القرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو خلينا إذا يوفى إذا الصوت الثاني بالطبيعة يوفى بالتعادل نمشي مباشرة مباراة إلى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز والبطل مباشرة في المباراة هذه. نعم أوكي. دون اللجوء إلى الحصص الإضافية. يعطيكم الصحة، تحية للفريق العامل أكيد في ملعب جرومبيليا. نحكي على نزار صابر بن ظافر وخونا الغالي عماد دبابي زبير هادي. نذكر الفريقي مع بداية المباراة في الشوط الثاني ربح في العقد ثيم بلاش أمام السي اس اس، والنجم الساحلي ربح تطاوين ثيم بلاش في أوروبا. سوسة تفضلوا. شكرا لك. هذه ضربة جزاء ولا؟ والله رؤية صعبة. سقوط مهاجم مستقبل المرسى في اللقطة الأخيرة مع تشنج كبير لبنك بوداليه مستقبل المرسى وأمامي، يعني حتى يعني حتى من رئيس النادي يحكي توفيق بن سيب يحكي مع الحكم الرابع مع تدخل مراقب المباراة رياض السعدي. لولا نجم نحكم عليها بكل أمانة الحقيقة، وهذه صعيبة صعيبة باش نطلعها في رادس التوقيت والانتزاع يا رضا. نلعب في الدقيقة الثامنة في الشوط الثاني والتقدم للنادي الإفريقي على حساب صفر عند العبيد الدقيقة 29 ورام البدو الدقيقة 46 مع الملاحظ وأن النادي السويسري قام بتغيير دخول أمان الله حبيبي مكان أشرف العباسي، وبالنسبة للنادي الإفريقي دخول أليون باي مكان علي العمري. نلعب في الدقيقة 9 هي بداية النادي الإفريقي أمام السويسري. في سوسة إصابة لأحد اللاعبين اكتشفوها مع دينيس. الامتحانات الوطنية ما زلنا في أزمة التعليم الأساسي، وما زلنا اليوم في وضعية حرجة جدا. التلامذة قاعدين يرهقوا في رواحهم ربما في الدروس الخصوصية. اللي احنا نتمنوه هو أنه يتم التركيز، التلامذة يركزوا اللي نجموا يركزوه أولياءهم يعاونوه، وبالتوازي نتمنوا أن صوت الإخبار رئيس